ازيكم حبايبي، اخباركم ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بالف خير وبالف صحه وسلامه يا رب. وحشتوني كتير كتير من اخر فيديو نزلته معاكم. ويلا بقى النهارده ان شاء الله روتين جديد، وروتين كله نشاط وكله حيويه، ونكمل باقي تنظيفات رمضان. بدأنا كده تنظيفات رمضان من بدري شوية علشان لما يجي رمضان بإذن الله يكون البيت علينا رايق وهادي ونظيف، عشان طبعا شهر العبادة وشهر الصيام نكون كده متفرغين كده. ايه فرصة كده ايه عشان الواحد ايه يتقرب من ربنا اكتر، واللي مقصر في حق ربنا يتقرب لربنا اكتر، ونواظب على كده من بعد رمضان بإذن الله. في بداية الكلام بقى نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات يا جماعة، وخلي ذكر النبي كده على طول ايه في بقكم، والاستغفار على طول. تمام. عايزة بقى اشكر كل اللي دخلوا وعلقوا لي في الفيديو اللي فات، والله العظيم ما تحرمش منكم ابدا، ولا من ذوقكم ولا من اخلاقكم. انتوا اخلاقكم عالية جدا والله العظيم، ونعم المتابعين ونعم الناس انتوا. شكرا لكل كلمة حلوة انتوا قلتوها لي في الكومنتات، والكلام الحلو بتاعكم ده اللي بيخليني بيشجعني وبيخليني انزل فيديوهات اكتر. والله كلامكم كله على راسي من فوق. ومتشكرة جدا على النهاردة تميت 2000 مشترك، متشكرة جدا لكل مشترك دخل عندي في القناة وكتب لي كلمة حلوة والقناة عجبتكم. متشكرة جدا لكم كلكم على راسي. وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم، واقدم لكم كل الحاجات المفيدة اللي تستفيدوا منها. انتوا مش عارفين الكلام بتاعكم اثر فيا ازاي، واداني طاقة ايجابية ازاي، وخلاني اتعرفت على ناس جميلة اخلاق عالية. كلكم والله العظيم بلا استثناء، كلكم كل مشترك عندي كلكم والله على راسي من فوق، ويزيدني شرف ويزيدني تشريف بيكم وبوجودكم عندي في القناة. بصوا بقى الفيديوهات اللي فاتت انا كنت بدأت معاكم، يعني خلصت حاجة ومعادش اقل حاجات بسيطة، معادش غير يعني الفيديو ده خلاص. انا عملت الحمام وعملت معاكم سلسلة تنظيفات قبل كده في باقي البيت. انا سايبة المطبخ اخر حاجة علشان اعملها معاكم بإذن الله. دخلت بقى المرة دي على الحمام، زي ما انتم شايفين مسكته بقى من فوق لتحته عشان ايه يبقى نضيف كده زي الفل. مسكته انا ببدأ الحمام بايه؟ ببدأ الحمام الاول حاجة بالمرايات، وبعد كده الحيطان، بعد كده الاحواض، بعد كده الارضية. يعني ببدأ من فوق لتحت تدريجي كده. تمام. اول حاجة مسكتها شلت كل الحاجة الموجودة على المراية. لو رجعتوا بالفيديو شوية لورا هتشوفوا الكلام اللي انا قلتلكوا عليه ده. خلصت كده المراية ونزلت بقى من بعدها على الحيطان جنب الحيطة، الجنب بتاع الحيطة كله بتاع المراية. وبعد كده بعد ما خلصت الجنب بتاع الحيطة نزلت على الحوض، مسكته برضو غسلته من فوق لتحت، لان طبعا بيبقى من تحت الحوض كده بيبقى فيه اثر او رواسب من الصابون، ومن تحته برضو من العمود بتاعه كده برضو غسلته برضو ودعكته بتبقى حاجات بقى ليفة كده مخصصة للحمام بس. دعكته برضو من فوق لتحت، وجيت بقى على الحيطان من الجنب برضو ودعكتها. طبعا تنظيفة كده عميقة شوية علشان دخل علينا ان شاء الله بإذن الله رمضان. كل سنة وانتو طيبين. وزي ما قلتلكم انا بقى اما باجي امسح الحمام بمسحه بالتدريج من فوق لما لتحت. تمام. جيت برضو عند الحتة بتاعت الشباك وغسلته. انا من عدت بقى وانا ماسكة في الحمام بيبقى معايا كده جردل صغير كده اللي انتو شايفينه في ايدي ده. تمام. ببقى ملياه شوية كلور الوان او كلور من العادي، على فكرة كلور عادي مطهر برضو، وعليه شوية كلور الوان وحبة فيبة او ربسو وشوية مية، وبكتر بقى من من الربسو والكلور الوان والكلور علشان يديني الرغوة الجميلة اللي انتو شايفينها دي. وبينظف لي بقى الدنيا، بيخلي لي الدنيا زي الفل. حلو. على الارض بقى بعمل بالديتول، يعني الديتول برضو بيطهر لي الدنيا وبيعقم لي الدنيا كويس جدا في الحمام. معلش بجيب الديتول من الصيدلية احسن حاجة، لانه بيبقى مركز بيبقى خام. على فكرة انا لما بحط بس نقطة صغننة في الجردل بجد بيقلب لي ريحة الحمام. وعلى فكرة بمسح بيه الارضيات بتاعت برة برضو في الصالة، مطهر جميل جدا الديتول لا يعلى عليه. زي ما قلت لكم ان انا ببدأ عملت كده وعلى فكرة اعزكم الله القعدة بتاعت الحمام برضو بالديتول بتخليها نظيفة زي الفل، ويعني بصوا تطهير عالمي.
هو الديتول، ما حدش يقول لي بقى حاجه تانية، هو الديتول. وامن حاجه تجيب الديتول من الصيدليه، معلش بيبقى غالي شويه، بس العلبه الصغيره دي بتقعد معايا فتره طويله جدا، لاني بحط نقطه تركيزه بيبقى عالي جدا جدا جدا. لو لسه مكملين بقى معايا لغايه الوقت ده من الفيديو، ما تنسيش على طول تنزلي تحطي لي اللايك الجميل من ايديك الجميله، وتعلقي لي في كومنت لو اول مره بتشوفيني، علشان ادخل ارحب بيك بوجودك عندي في القناه. واوعوا تنسوا الاشتراك، تضغطوا زر الاشتراك، وما تنسوش تضغطوا او تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل الفيديوهات الجديده اللي بتنزل باذن الله. وكومنتاتكم طبعا الجميله اللي بتفرحني ما تنسوش، عشان انزل ارحب بيكم طبعا وبوجودكم عندي في القناه، وعيلتي كده ايه تكبر بيكم ووجودكم معايا باذن الله. لو لسه بقى ما تنشطيش يا ست الكل، يا ست الستات، في فترة هي في فترة قبل رمضان اهوت، يعني ان شاء الله رمضان هيبقى يعني ممكن احتمال يكون يوم الاثنين او يوم الثلاث الله اعلم. ففي فترة يعني يعتبر في اسبوع اهو قبل رمضان، تلحقي تقومي تخلصي بيتك وتخلصي حاجتك وتخلصي اللي وراكي كله علشان تهيئي بيتك لرمضان. دي حتى دي من 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 شعائر العبادة، انك تهيئي البيت لرمضان وتفرحي العيال. فقوموا بقى ايه اللي ورا اي حاجة يخلصها كده ويخلصها قبل رمضان، عشان نهيئ البيت كده ايه لفرحة رمضان. ربنا يا رب يعودوا عليكم بالخير جميعا، ويدخلوا بالفرح والسرور على كل المسلمين وكل الناس يا رب العالمين. كل سنة وانتوا طيبين، وكل سنة واحنا بننظف بيوتنا، وكل سنة واحنا فرحانين، وكل سنة ورمضان كده بيهل علينا بالبهجة والسرور وعلى كل بيوتنا يا رب جميعا. بصوا كده انا خلاص كده خلصت الحمام، وبعد لما طهرته بالديتول وخلصته زي ما شفتوا كده معايا وانا بشرح لكم، ازازت بقى المعطر وبفتح اعزكم والله قاعدة الحمام وبرش جواها، بتخلي ريحه القاعده بتاعت الحمام تحفه. خلصنا بقى، خلصت قصدي الحمام، وخلاص كان في عندي شويه غسيل، قلت بقى ايه انا مش هكومهم عندي بالمره طالما الحمام نضيف. اغسل بقى شويه، هما كانوش كتير يعني كانوش كتير، كنت انا نشره فوق في السطح، وقلت بالمره هطلع الم الهدوم، وانا بطلع الم الهدوم اغسل كده قبل برضو ما لما يعني قبل ما النور يتقطع عندي. واستغليت كان في ساعه كده قبل ما النور يتقطع، استغليت الفتره بتاعت الساعه دي وقلت ما اغسل ايه الملايات بالمره. فغسلتهم عبال ما طلعت كده ايه، يعني هو هيجي لسه هيجي معانا في الفيديو دلوقتي، انا بسبق الاحداث على بال بس ايه لما اطلع الم الهدوم وانزل يكون ايه الغساله غسلت وكده. انا في الغسالات دي يعني الغساله اللي هي الفوق اوتوماتيك دي ما بكتفيش بدوره واحده فيها، يعني لازم اعمل لها دورتين عشان احس ان الغسيل نضف شويه. فطلعت بقى اهو، هي الغساله كانت دايره تحت، طلعت بقى لميت، كان كنت نشره وطلعت لميت الهدوم من السطح. طبعا اللي متابعني من زمان عارف ان انا بطلع انشر في السطح، مش بنشر عندي في البيت لان انا ما عنديش بلكونه، وكمان انا مني للسطح على طول، فبطلع انشر في السطح زي ما انتوا كنتوا شايفين كده ان السطح متقفل وكويس قوي للشتاء. في الشباك عندي تحت ما بحسش ان الهدوم بتاخد راحتها في التهويه، فخلاص انا اتعودت اطلع انشر فوق في السطح. وكده نزلت يعني. بقى طبقت الهدوم بالمره بدل ما اسيبهم واكومهم كده على جنب، فطبقتهم كده بالمره، وما كانوا شويه هدوم كده للعيال، فطبقتهم وعنت كل حاجه بقى في مكانها على بال ما ما الغساله بقى تخلص الدوره بتاعتها. انا كنت بغسل ايه شويه ملايات، كنت مغيراهم بتوع السراير بتوع الاطفال، فعلى بال ما الغساله تخلص اكون طبقت الهدوم وكده. وعلى فكره بقى يعني انا ظابطه الميعاد بالظبط، يعني النور بيقطع عندي الساعه 3، فانا بتضايق بقى من الحركه دي لما النور يقطع عندي والغساله لسه مليانه ميه، بتبقى حركه وحشه قوي وبتضايق منها جدا يعني، فببقى ايه مظبطه نفسي. فاليوم اللي ببقى هغسل فيه لازم اقوم فيه من بدري بدري جدا علشان الحق اغسل. ساعة دي ما بتقضينيش في الغسيل اصلا، متقضيش، لان انا زي ما قلت لكم مش بغسل في الغسالة دورة واحدة، ما بحسش ان الهدوم نضفت، لازم اغسل فيها كذا دورة. فطبقت كده الهدوم على بال ما ايه ما الغسالة تخلص،
واطلع بقى ايه انشر تاني، يعني اطلع سطح تاني وانشر. استنوني بقى ان شاء الله في الفيديو بتاع فرش زينة رمضان، استنوني. هو مش هيبقى الفيديو الجاي، انا لسه لي المطبخ، لسه المطبخ، انا سايبه المطبخ اخر حاجه علشان يبقى كده ايه البيت كده خلاص. وبعد لما اخلص كده التنظيفات بتاعه رمضان دي، استنوني بقى ان شاء الله في الفيديو بتاع فرش زينه رمضان. بصوا، والفرش بتاع زينه رمضان انا هفرش حاجتي السنه اللي فاتت والحاجه بتاعه السنه اللي قبليها. كنت عايزه اشتري شويه حاجات للزينه بتاعه رمضان، بس مش عارفه لما انزل بقى السوق كده واشوف هشتري ولا مش هشتري، واشوف كده الاسعار ايه واقرر بقى كده. وهيبقى معاكم برضو. فكنت عايزه اشتري شويه يعني ايه حبلين نور كده، لان الحبال اللي عندي الاضاءه بتاعتها ضعفت شويه، وكنت عايزه اشتري يعني شويه حاجات بسيطه يعني مش كتير. انا هكتفي بحاجه السنه اللي فاتت وحاجه السنه اللي قبلها. وطبعا الفوانيس عندي، انا عندي شنطه انا هوريها لكم وانا بفرش، يعني عندي شنطه بحلها، شنطه بقات كبيره ادي كده اهو فوانيس رمضان، يعني تخليني انزل اسرح بهم في الشرباصي والله العظيم. شنطه فوانيس، يعني لو حد عايز فانوس يجي ياخد مني فوانيس، يعني ما شاء الله كان فوانيس بتيجي للعيال من وهي بيبيهات، فعندي شنطه شوال فوانيس. فانتظروني ان شاء الله الفيديوهات اللي جايه باذن الله، واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.